السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال نتوما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. بالنسبه اليوم ان شاء الله غادي نخدموا هذا الموديل اللي كتشوفوه دابا على الشاشه، كسيوه صغيره اللي كتجي على شكل قفطان وعلى شكل كسوه. بغيتوا ديروها قفطان غتخدموها بالسفيفه والعقاد، بغيتوا ديروها كسيوه هكا ديال الخريش كتخدموها بحال هكا مونتاج. اما بالنسبه للديكوراسيون ولا الزواق ديالها كيبقى اختياري على حسابكم نتوما شنو بغيتوا. المهم الموديل اللي كتشوفوه دابا راه هو اللي غادي نخدموا اليوم ان شاء الله. هنا عندي طرف ديال الموبر، غادي نقول لكم هذا شحال فيه. هنا فيه شي 90 سنتيم، ولكن باقي فيه هنايا الطروفه حيت هذا كان شاط من واحد القطان ديال مولاتو، وهذا الشيء اللي شاط ليها خدات هي اصلا، خدات بزاف باش تخدم ليها ولبنتها. المهم هذا اللي بقى غادي نخدموه للبنيه. هاد العبار ديال 7 سنين، البنيه عندها 7 سنوات. المهم كما وعدتكم من هنا حتى لرمضان ان شاء الله غنبقى نحط لكم بزاف، غادي نركز على الموديلات ديال الوليدات الصغار، واي قياس حطيتو لكم قيدوه عندكم. بحال مثلا انا دابا غنحط عبار الكتاف ديال 7 سنين، قيدي عندك الكتاف، كتبي 7 سنين وكتبي الكتاف، عبار الصدر، عبار الطول، عبار ديال كلشي وخلي عندك. اما باش تدخلوا عندي وتقول لي حنان عطينا العبارات راه صعيبه عليا باش نبقى نقيد لك العبارات كاملين، خاصني معاك بوحدك ساعتين ديال المدام باش نقدر العبارات كاملين نعطيهم لك. هنا قيدوا معايا البنات اي فيديو حطيته، راه انا كنضرب عليه تماره باش نتوما تشوفوه وتتفرجوا وتستافدوا وتقيدوا في ورقه وستيلو، باش ماشي باش نعاود الخدمه على جوج مرات، نخدم معاكم في الفيديو نعاود نخدم مع كل وحده بوحدها، يعني راه ما جاتش. خذوا ورقه وستيلو وقيدوا، راه انا تانو كنحشم ملي كتجي عندي شي وحده كنردها كنقول لها سيري رجعي للفيديو ولا شي حاجه، يعني حتى الوقت ما كاينش مع الخدمه راكم عارفين. اما كون كان الوقت ولا كون كنت باقا عاد في الدار ماشي مشكل مرحبا. المهم كما قلت لكم قيدوا العبارات ضروري قيدوهم. غنبداو دابا على بركه الله. عندي الثوب هو هذا بحال هكا مطوي على جوج، هاهو مطوي على جوج من هنا، وعاودت هنا طويتو ثاني على جوج. غنخلي الجهه المسدوده هذه موبرا تراكس البنات، ونشوف دائما هذا الماء ديالها هو غادي لهاد الجهه هابط هنا باش ما يجينيش الثوب حرش هكا. صافي هنا عندنا الجهه المسدوده شويه بجوج مسدودين، وهنا الجويه المفتوحين بحال هكا. غناخذ عبار الكتاف عندها 30 سنتيم في عبار الكتاف، غنقسم 30 على جوج هي 15 زائد سنتيم خياطه هي 16. غنجي هنا وغندير 16 سنتيم ديال الكتاف، ها هي 16. بالنسبه للعمق غندير غير 6 سنتيم، والكتاف غنطيحهم بجوج سنتيم. بالنسبه لعبار الصدر عندها 18 زائد سنتيم خياطه، اولا غادي ندير انا 20 غادي نوفي شويه حتى تجي تاخذها، وديك الساعه مقصيلها في العبار الا جات عريضه. غندير 20 جات لينا 20، غنشدها من الفوق حتى لتحت، ما تقولش لي بشحال هبطتي من الفوق للصدر، من الفوق حتى لتحت 20 كلها عبار الصدر بحال هكا. دابا شنو غندير باش نلقى التركيز ديالي؟ غندير عبار الصدر ناقص جوج سنتيم بالنسبه للصغار، كبار 3 سنتيم والصغار جوج سنتيم. عبار الصدر اللي هو 20 ناقص 2 سنتيم هي 18، يعني 18 هي اللي غادي ندورها هنا، غناخد سنتيم واقف وندور 18 سنتيم بحال هكا. ندورها تجيني دايره في مع هذا الخط هذا اللي درت عبار الصدر. كنتمنى يكون باين لكم التراساج، راه تيبان باين التراساج. بالنسبه للارتفاع اللي غتكون فيه القطعه، يعني العبار ديال الحزام من هنا للحزام عندي 27 بحال هكا، 27 ها هي، زائد سنتيم ديال الفوق اللي غيمشي زائد سنتيم ديال التحت هي 29. غندير 29، هذا هو عبار الحزام اولا القطعه فين غنقطع باش غتلاقى لي الصايه مع الفوقاني. صافي بالنسبه لهنا الايفازي كندخل بواحد سنتيم ونص بحال هكا، وغادي نقطع باش يبان لي فوق اكثر. هنا قلنا هذا هو عبار الحزام، هنايا غادي نهبط بسنتيم ونص ديال الظهر ونقورها بحال هكا. الكتيفات طيحناهم بجوج سنتيم، التركيز ديالنا
بالنسبه لهنايا كنجي حتى لهنا وكنطلع بواحد سنتيم، غير حيت هذه صغيره غادي نطلع بسنتيم باش هكا الصايه كتجيني مهزوز ما كيجيش هاد الجنب مدلي. كنجي هنا وكنبقى هذا طالعه بواحد سنتيم بحال هكا. المهم اللي يتسولج راه غادي يتقاد هادشي كامل في هاد الحاشيه. كنطلع بسنتيم بحال هكا باش يجينا هكا طاير. دابا غادي نحيدو الظهر وغناخد الامام باش نزيد عليه شي تعديلات. التعديلات اللي غندير غناخد من هنا لهنا نقسمو على الجوج هاد الخط هذا وغندخل بسنتيم باش الكسيوه كتجي ايفازيه من جهه الصدر. بالنسبه دابا للامام غادي ندير بول عير داير نشوف لكم عبار الكول شحال درت فيه. ها هي درت 11 ميله 11 هكا كنقسمها على جوج وندخل بجوج سنتيم باش ما يجيش الكول تاني كبير بزاف وما يجيش صغير. بالنسبه للوليدات الصغار حاولوا ديروا يا اما الكول هو هذاك ولا ديروا افتحه في الظهر. صافي دابا غادي نفصل واحد دوبلور لهذا، خاصني دوبلور هنايا لهذه بحال الشكل اللي كنديروا في الغنيطرات. المهم غنخلي تيه يبقى ليا شي طرف مقاد ونصاوب ليه الدوبلور وغنوريه لكم. دابا غندوزو باش نفصلوا الصايه. هذا الموديل زوين البنات عاد تبعوا معايا خطوه بخطوه راه ساهل. دابا بالنسبه للصايه على حساب بغيتو ديروها دايره بغيتو ديروا الصايه اللي بالبلي. عندي هاد الثوب هذا بغيت ندير ديك الصايه اللي كلوش كطويو على بحال هكا بحال الفولار هاي تطوى هكا بحال شكل الفولار. شي كيتطوى هكا كيعطينا الصايه. بغيتو طويوها عادي وديرو على البليات كديروهم. المهم بلاتي نشوف معايا تشوف شحال غيخرجنا بهاد الطاوية. بحال هكا هو سرحتو مزيان يعني تا هكا مزيان غيعطينا واحد الكلوش لي زوينة. بالنسبة للحزام درنا فيه تاهو 20 يعني هنا تاهو خصو يكون عندي 20 حيت هذا مقسوم مقسوم على 4 كيما تليكم الطوية بحال ديال الفولار كنطويوه مثلث بحال هكا. هانتوما كاين الطرف هكا مطوي على جوج وغنشدو غنعاود نطويه تاني بحال هكا على جوج كيعطيني هاد الشكل هذا. هاد الطريقه سواء الصغار سواء الكبار كتخدم نفس الطريقه. الطويه هذه ديال الصايه دائما المبرح حاولوا ديروا معها الخاطر حتى تطويوها. دابا شنو بقى لي هنا غادي ناخذ كما قلت لكم هنا فين غتلصق ليا الفوقاني ديال الصايه هنا فين غيلصق عندي 20 في الربع يعني حتى هنا غادي تكون عندي 20 دايره بحال هكا تكون 20 عاد باش السنتيمات ديال الخياطه ولكن حنا غنديروا غير 20 نيشان اصلا البنيته عندها غير 18 صدر غندير 20 بحال هكا دايره بحال هكا 20 اما بالنسبه لهنايا باش نتاكد من هذا العبار هذا كناخذ سنتيم من الفوق ونجي هنا كندير 22 22 22 باش يدور لي الخط ديالي مقاد كنشدو من الراس هكا ولا ندير 23 كاع هكا 23 23 باش ملي نقطع تجيني الدوره ديالي مقاده. صافي دابا سالينا من الحزام غندوزو دابا نشوفو الطول ديال الصايه شحال. بالنسبه للطول ديال البنيته كامله هو 70 70 سنتيم ماشي كلها يعني تحت الركبه درنا الكسيوه شويه تحت الركبه عدها 70
هنحيدو منها شحال درنا الفوق؟ درنا 9 درنا 28، يعني 70 غنحيد منها العبار ديال الفوق، وداك الشيء اللي بقى هو اللي غنديروا ليه في الصايه. ولا نتوما خذوا القياس ديال من هنا حتى لحد الركبه حتى الصايه، شوفوا شحال غيعطيكم. انا هنا غتبقى لي 40 في الصايه، وزائد سنتيمات الخياطه غندير شي 42 بحال هكا، يعني غادي نجي في الوسط في المنتصف بحال هنا، وغادي نبدا ندير 42 غادي كندور في الصايه ديالي. 42 42، نحاول نخلي السنتيم في الوسط. 42 42، هاكا 42 صافي. هذه هي الفصاله ديال الصايه. بالنسبه لكم مرات هو غيتفصل بنفس الطريقه، داك لكم اللي شفتو ديال الجارس. هادي غنقطعها هكا ونجي للصايه حتى هي نقطعها هكا. هاهي الصايه ديالي كتجيني على هاد الشكل. بلاتو نحيد عليكم هاد التواب من هنا باش تبان ليكم، كتجي الصايه بحال هكا. هذا هو الشكل ديالها، كتجي كلوش كما قلت لكم. هذه راه فصاله روميه وكتخدم حتى في البلدي. هذه البلاصه هذه الا بغيتو يكون فيها البلي كبروا هذه الدوره هذه بحال دوبلوها ولا كبروها، وغتعطيكم بحال هكا تخدموا البلي. بليات بليات كيجيو لي فرونس في الكسيو. بغيتو ديروا الحزام لحد في القد، صافي ديروا الحزام لحد في القد. هنا حيت باقي انا غنمشي لي سنتيمات الخياطه من هنا ومن هنا، يعني هذا اللي غيبقى. هذا هو الحزام ديال البنيته، هذا النص ديال الظهر مثلا. صافي كتجي كسيو على هذا الشكل. دابا غندوز باش نفصلو الكميمات. فصلنا الطايه ها هي، فصلنا الامام والظهر، وغندوزو ناخذو الكميمات نشوفو الطروفه اللي بقاو.